بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميع. هنتكلم تحت العنوان Disable and Enable Drop Down List. خاصية يعني الموضوع سهل جدا، وسبق وإن احنا اتكلمنا عن الخاصية Disable قبل كده يا جماعة، أو الخاصية Enable بشكل عام. هنحكي اليوم ان احنا عندنا فورم، والفورم ده فيه سيلكت، فيه تمام، فيه يعني فيه ليست تمام، وفيها الاوبشن. طبعا عندي اربع اوبشنز: ابل وبير وبنانا اورنج مثلا على سبيل المثال، ده مثال. واخد اي دي اسمه ايه، ماي سيلكت، تمام كده. وعندي زرارين من تحت، تمام. الزرار الاولاني ده بيشغل لي الفانكشن، اسف، شغال مع فانكشن اسمها ديسيبل مع الايفنت اون كليك علشان يوقف لي عمل الليسته دي. الثاني عشان يشغل لي الليسته دي، وطبعا دولت انبوت من البوتون، والفاليو اللي هو ايه، النص اللي هيتكتب على البوتون يعني. تمام جميل اوكي. لو انا عملت مثلا كنترول اس وحاولت اشوف الترجمه بتاع الكلام ده، يا جماعه ده دي انيبل وده ديسيبل. المفروض انيبل اللي هي بتعمل لي انيبل للليسته، كده ايه معموله انيبل، ديسيبل ده يوقفها. فاحنا بقى ايه، اروح ندخل على الديسكريبت ده، تمام. الفانكشن الاولاني اللي هي ديسيبل، الفانكشن الثانيه اللي اسمها انيبل، تمام. بسيطه، انت فهمت انت عايز تعمل ايه، عايز انادي على الليست، انادي عليها ازاي باستخدام السيلكتور اي دي، تمام كده جميل. فاول يا مستند دوكيومنت دوت جيت element باي اي دي، والاي دي تقريبا كان اسمه ماي سيلكت، نتاكد من اسم الاي دي، كان اسمه ماي سيلكت الاس، بس كانت كابيتال لوك، انا هنسخها احطها زي ما هي. جميل دوت، عايز منها اي بقى ديت، انا عايز اشغل خاصيه ديسيبل، تمام. هي ديسيبل دي بالمناسبه disabled بيساوي الاسم البوتون تبعي فوق، انا مسميه disabled، فيبقى طبعا مش محتاج الدبل كوتس، انا اسف. يبقى القيمه بتاعتها تكون عباره عن ترو. هاخد الكلام ده كله بكوبي وانزل تحت واعمل بيست واغير الخاصيه واخليها علشان تكون ايه، فولس. هعمل كنترول اس يبقى ده هعمل ديسيبل فولس يعني هنيبل، وده هعمل ديسيبل ترو يعني هعمل ديسيبل. لو انا راجعت عملت ريفرش ديسيبل هراجعها كده مش متاكده، انيبل هترجع تتاكد واختار. يعني مثلا طبعا هذا ده كان موديل او عباره عن تمثيل بس للخاصيه ديت مع مين؟ مع الدروب داون ليست والسيلكت ليست. سبحان الله وبحمده، الحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.